قرآن مجید کا دل یعنی سورہ یاسین شریف پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی سورہ مبارک کے بارے میں بتائیں گے جو کہ قرآن مجید کا دل ہے۔ جو شخص بھی صبح اٹھ کر اس سورہ مبارک کو ایک بار پڑھ لے یا پھر اس کو اپنے کانوں سے سن لے، دن بھر وہ جو بھی کام کرے گا، جس کام پر بھی ہاتھ لگائے گا، اللہ اس کو اس کام میں کامیابی دے گا۔ سورہ یاسین پڑھ کر اگر اپنے کاروبار پہ جائے گا، سورہ یاسین کو پڑھ کر اگر یا سن کر اپنے کاروبار میں بیٹھے گا تو اللہ کے کرم سے بے شمار خیریں برکتیں ہوں گی۔ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہو تو سورہ یاسین کو اپنے کاروبار میں تیز آواز سے پلے کرے، یعنی اس ویڈیو کے اندر جو ہم آپ کو سورہ یاسین شریف سنانے والے ہیں اس کو تیز آواز سے اپنے کاروبار میں بجائے، اور سورہ یاسین شریف کو سنتے سنتے جو بھی حاجت اپنے دل اور دماغ میں رکھے گا اللہ اسے اسی وقت پورا کر دے گا اور اسے خوشخبری عطا کرے گا۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے یا پھر سننے والے شخص کو اللہ ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو شان و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنانے والے ہیں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو اپنے کانوں سے اس سورہ یاسین شریف کو پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ سنیے گا، اور جو بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ اپنی دعاؤں کو دل میں رکھیے گا اور سورہ یاسین کو سنیے گا، اللہ نے چاہا آپ کی وہ تمام دعائیں پوری ہوں گی۔ جو شخص بھی اپنے کاروبار میں تیز آواز سے اس سورہ یاسین شریف کو پلے کرے گا یا پھر اپنے گھر میں سورہ یاسین شریف کو بیٹھ کر کے سنے گا، اللہ اس کے گھر سے تمام بلاؤں کو دور کر دے گا، کاروبار میں سنے گا تو کاروبار میں ترقی کر دے گا۔ تو دوستو بہت دھیان سے سنیے گا اس سورہ یاسین شریف کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ بیٹھ جائیے گا یا پھر سفر کر رہے ہیں تو سفر میں سنیے گا۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ سورہ یاسین شریف کو سنیں گے ان کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موسى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون،
أَلَمْ يَعُوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مغلبون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلنا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيعوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يغرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أقل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم مما كنتم تخفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.